ما فائدة علك اللبان؟ العلك أو اللبان هو منتج مطاطي طبيعي، يتم استخراجه من شجرة اللبان بعد كشط قشرتها الخارجية عدة مرات ليخرج سائل صمغي لزج بلون بني، والبعض الآخر يتم تصنيعه كمطاط صناعي حيث يتم سحق وتذويب وتنقية لخليط اللبان المستخرج طبيعيا، ومن ثم خلطه وإضافة مواد منكهة وملينة وألوان ومحليات لإضفاء الطعم الحلو عليها، ثم تترك لتبرد وتتماسك تحت درجات حرارة خاصة، ثم تلف ويتم تعبئتها. اخترت لكم في هذا المقال أهم فوائد مضغ اللبان وأدرجتها لكم في النقاط التالية: 1- يزيد من إنتاج اللعاب ويرطب الفم، يساعد في إزالة جزئيات الطعام والبكتيريا المرتبطة برائحة الفم الكريهة من الأسنان، حيث يحفز على إفراز المزيد من اللعاب أو اللعاب الذي يغسل الفم بشكل دائم طوال مضغ اللبان. ثانيا أو اثنين، يمنع تسوس الأسنان. خلصت دراسة قامت بها الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بأن مضغ اللبان الخالي من السكر لمدة 20 دقيقة بعد تناول وجبة غذائية يساعد على منع تسوس الأسنان، لأن مضغ العلكة الخالية من السكر ينتج المزيد من اللعاب ليغسل البكتيريا، والذي بدوره يحمي الأسنان ويقلل من ظهور البقع على الأسنان ومن تراكم البلاك عليها. 3- يساعد على الشفاء. مضغ العلكة بعد العمليات الجراحية خاصة التي تتعلق بالقولون ستساعد على التعافي بشكل أسرع، كما أنه يساعد في علاج مرض الجزر المعدي المريئي جيرد، حيث أن مضغه يحفز على إنتاج المزيد من اللعاب الذي يحتوي على البيكربونات التي تزيد وتسهل من معدل البلع. 4- يحسن الذاكرة ويزيد التركيز. يقول علماء النفس إن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة ويعزز القوى الإدراكية ويسلب النعاس. 5- يساعد على إدارة الوزن، حيث أنه يساعد على التقليل من الرغبة الشديدة لتناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية. 6- يحسن الهضم أو يحسن الهضم. مضغ اللبان يساعد على تحسين قدرات الحركة المعوية ويزيد من تدفق اللعاب الذي يعزز البلع، وهذا يساعد على منع ارتداد حمض المعدة من العودة إلى الحلق. 7- يعزز وظائف بعض أجزاء الجسم. مضغ العلكة يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن من وصول الأكسجين إليه، ويزيد التخلص من ثاني أكسيد الكربون، ويحسن عمل مستقبلات الأنسولين، ويزيد من مستوى الجلوكوز الذي هو وقود للجسم والعقل. 8- يزيد المشاعر الإيجابية. مضغ العلكة يقلل من التوتر ويساعد على إطلاق الطاقة العصبية ويقلل من الإجهاد لما يعطيه من مشاعر استرخاء. انتبه، اللبان يمضغ ولا يبلع، حيث أن بلعه سيؤدي لظهور بعض المضاعفات مع مرور الوقت، خاصة مع استمرار ابتلاعه في كل مرة. يجب عدم مضغ اللبان الذي يحتوي على الملونات الصناعية الخطرة التي تعد مسرطنة تؤذي الإنسان. تجنب بعض أنواع اللبان. تجنب بعض أنواع اللبان التي تحتوي على مواد تسبب الحساسية.
لبعض الأشخاص كالأسبارتام والسوربيتول. تجنب إلصاق اللبان تحت المقاعد، الطاولات، الدرابزين والسلالم المتحركة.